بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. الحقيقة الكلمة اللي أنا عايز أقولها النهاردة، المصريين بقوا متخيلين إن علشان أؤدي الواجب اللي عليا لازم كمان أخد عليه مقابل. طب ما أنت بتاخد مرتب وأنت بتأدي الواجب. لا بس أنا أديت لك الواجب لازم تدفع لي مقابل. الدنيا مش كده يا جماعة. صحيح إحنا محتاجين وصحيح الحالة صعبة، بس هل أداء الواجب لازم تاخد عليه أجر ومقابل؟ أنا بحكي الحكاية دي ليه؟ أنا عايز أحكي لكم قصة. القصة دي حكيها لي طيار مصري. هذا الطيار شغال على خط مصر للطيران، مصر طوكيو، يعني بيروح اليابان قاهرة طوكيو، قاهرة طوكيو، بيروح الخط ده كتير. فهو بيحكي لي، كنت راكب في الطيارة مرة معاه فتعرفنا على بعض، وحكى لي قال لي أنا زعلان قوي، زعلان قوي على المصريين وعلى المسلمين وعلى بلدنا. فبقول له زعلان ليه؟ قال لي أنا هحكي لك حكاية. قعدت 3 شهور بروح خط مصر طوكيو، وبعدين قعدت 2 شهر ما بروحش الخط ده، وخلاص بروح بلاد تانية، وبعدين لفت ليام ورجعت أروح طوكيو تاني. فنزلت الطيارة في طوكيو، فإحنا مصر للطيران بتبقى حاجزنا فنادق معينة، يعني مش كل مرة بننزل في فندق مختلف، لا هو كل ما نروح طوكيو بيبقوا متعاقدين مع نفس الفندق. فروحنا نزلنا في نفس الفندق، فلما نزلت في الفندق يدوب لسه داخلين وقاعدين بقى مستنين ناخد أوضنا وكده، فأنا والطيارين قاعدين، فلقيت الشاب اللي في الريسبشن جاي وبيقول مستر محمد سالم، مستر محمد سالم، كابتن محمد سالم. فانا استغربت قوي، ده انا لسه واصل عارف اسمي منين. قلت له ايوه انا محمد سالم. قال له اتفضل الظرف ده. فخدت الظرف ففتحته فلقيت فيه 300 دولار. فقلت له ايه دول؟ قال له انت جيت هنا من 3 اشهر ونسيت الظرف دون في الاوضه. فانا فضلت من باب الامانه، ده واحد ياباني شايل الظرف في الريسبشن عندي، وكل ما تيجي بعثة من مصر للطيران أبص في الأسامي هل اسمك موجود فيهم ولا لأ. 3 شهور كل ما يجي مصر للطيران الرحلة اللي بتيجي كل أسبوع أدور في الأسامي ما بلاقش اسمك، النهاردة لقيت اسمك فجيت أديلك الظرف. ياه، الطيار بيقول لي احترمته قوي، فقمت عامل حركة مصري. قلت له عملت إيه؟ قال لي فتحت الظرف وعديت الفلوس وقمت حاطط في جيبي 150 دولار ومديله 150 دولار وقلت له دول عشانك. فالولد وشه احمر وقال له انا بأدي واجبي، انت بتديني فلوس على واجبي؟ فصديق الطيار بيقول لي فانا اللي وشي احمر واتبليت وبقيت مكسوف، وكنت عايز اقول له بس هو النظام عندنا كده، بس اتكسفت قلت مفيش داعي اخلي شكلنا وحش. فقمت قايل له طب خلاص ما تزعلش، طب ممكن اعزمك على العشاء بقيمه الفلوس دي. فرد عليه الشاب الياباني وقال له لا انا اسف، انا ما اقدرش اقبل عزومتك على العشاء دلوقتي، لانك لو عزمتني دلوقتي هيبقى مقابل ان انا اديت لك الفلوس، فانت كده هتعودني ان انا ابقى وحش، لكن لما تيجي المرة الجاية ممكن تعزمني على العشاء. صديقي بيقول لي صعبت علي نفسي وصعب علي جزء أساسي في الأخلاق، اللي هو لما أدي واجبي مش لازم تدفع لي كمان عليه مقابل. درس صعب، بس خلونا نقول بسمة أمل لو بدأنا ناخد بالنا من أخلاقنا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.